تمام في الكتاب موضوع الميل، في الفرق بين درجات الميل على الاقل نظبطها في الفريم عشان يقبل صيف وشتاء. يعني احنا ايه يقول لك والله في زاويه 15 درجه اهي، بص ممكن ابقى مميل في الخريف والربيع هي الزاويه بتاعت الميل المظبوطه اللي احنا بنشتغل عليها، في الصيف بزود او بميل اللوح قصدي عفوا لتحت 15 درجه. يعني ايه الكلام ده؟ افرض ان انا رحت جبت اللوح، اللوح ده اهو، خلينا هنا في سلايد كده واضح لك. اسئله بصراحه رائعه يعني. بص انا كده اهو رحت عامل ده في الربيع والخريف، لما اجي اروح للصيف بنروح عاملين الفريم اللي نايم عليه اللوح ده اللي هو الستيل، اروح منزله كده 15 درجه ازود الميل شويه. لما بيجي في الشتاء بروح مايل اللوح اكتر، فهو بيقول لك والله في الشتاء بعمل بلس 15 ودي ستاندرد يعني للناس طبعا، وتحت هنا سالب 15. سالب 15 دي زي ما شفت هنا كده اهي، لان هنا بص زاويه ميل هنشوف بعد كده انها بترتبط بحاجه بيسموها خطوط الطول ودوائر العرض لونجتيود ولاتيتيود، بس دي انا يعني ما بتعبش فيها لان البرامج بتجيبها لي اوتوماتيك عامل زي اللوكيشن كده، بتدخل على اللوكيشن بيجيب لك انت المكان اللي انت موجود فيه، موجود في خط عرض كام ودايره طول كام، تمام؟ وبيوضح لك شكل مسار الشمس اهو في الاشهر الاربعه عندنا اللي هم الصيف والربيع والشتاء والخريف، واتجاه ميل اللوح مع الشمس. فبيقول لك والله تحت هنا اهو شايف البيت ده بقى الشمس اصلا بتمشي في مسارات، تمام، بتمشي في مسارات مختلفه حسب الفصل اللي احنا موجودين فيه، تمام. يعني المسار ده بتاع الصيف اللي بره ده اهو، تمام. بعد كده الاعتدال الشمسي اللي هو الربيع والخريف، بعد كده اللي تحت ده يعني مين مايل اكتر، مين مرفوع لفوق اللي هو بتاع الخريف بتاع الصيف، وبعد كده اللي مايل في النص بتاع الربيع والخريف، واللي مايل اكتر اللي هو مين بتاع مين بتاع الشتاء، فبتاع الشتاء روح انا هو مايل لتحت فانا ارفع له اللوح عشان يبقى عمودي، واخد بالك؟ يعني انت لو الزاويه اللي جالك بتاعت الشعاع مايله فانت هتروح مايل اللوح شويه كده تمام لفوق عشان يبقى اللوح مع الشمس اللي جايه عمودي. فراح قال لك والله بص اهو في الشتاء بعمل زاويه الميل المثاليه، المثاليه دايما بتحصل في الربيع والخريف، تمام. في الشتاء المفروض بناء على الرسمه دي اهي واضحه جدا شايف مستوى الشمس بيميل لتحت، فانا لازم ارفع له اللوح عشان ايه، يعني كانك انت معاه. يعني بص انا هنا كده يا رب بس الناس تبقى فاهمها الحته دي، انا مايل كده والشمس طالعه كده في الخريف والصيف، طب في الشتاء مايله هي اصلا الشعاع جاي مايل، فانا عشان هو مايل اروح ايه انا ارفع له اللوح كده اهو يبقى هنا ايه قرب يبقى عمودي. طب في الصيف لا، في الصيف الشعاع مش جاي كده جاي عكس، اروح اعمل ايه عشان اخد اكتر، عارف زي واحد بيحتضن الاشعه، هو فكره الطبق اللي هو الريسيفر بتاع الدش ده بتاعنا، انت عايز في حاجه اسمها ال ان بي لو نويز بلوك، الحته الراس بتاعت الطبق دي بتخبط فيها الاشعه بتروح عكسها هنا على مين؟ على الطبق. انا عايز ليه عاملينه كيرف اصلا الطبق، يعني ليه الطبق ده ما عملوش خط مستقيم كده؟ ليه ما عملوش مربع؟ ده بيبقى كيرف زي نص اسطوانه كده، تمام؟ عشان يحتضن اكبر كميه اشعاع جايه من مين؟ جايه من القمر الصناعي. احنا هنا عايزين نحضن بالبلدي كده زي ما بنقول في مصر، معرفش هنا انت ايه عايز تحوط او تحضن على اكبر كميه اشعاع تدخل على اللوح، تمام. فانت بتحاول تستفيد من الاشعاع ده البربنديكولر العمودي، فوالله لو الشمس اصلا جايه مايله صغيره كده ارفع لها اللوح، لو جايه في الربيع والخريف معتدله يبقى اللوح هنا في النص، طب لو في الصيف اروح رافع لها اوطي لها اللوح او اطرح منه سالب 15 عشان يبقى العمود ده او الشعاع ده داخل عمودي على اللوح. فهمت الموضوع؟ يبقى انا مش بتحكم في الشمس، ما اقدرش اتحكم في الشمس، محدش يقدر يتحكم في الشمس، انا بتحكم في ميل اللوح، ميل اللوح، تمام، وبالتالي يبقى الشعاع الساقط عليه اقرب الى العمودي. الاشعه الثانيه اللي مش عمودي هستفيد بيها طبعا بستفيد بيها، بس اكبر تاثير اللي هو بيبقى تقريبا عمودي. عشان كده الفكره دي اللي بيعملوا بيها حاجه بيسموها المواتير بتاعه الاوتو تراكنج. لو ما فيش اوتو تراكنج انا بخلي الراجل بتاع المدني السيفل بيعمل ايه؟ بيعمل الستيل ستراكشر مخرم كده بحيث انا اقدر ارفع الالواح شويه 15 درجه لفوق او انزلها حسب
الفصل اللي موجود فيه. طبعا في ناس بتعمل الواح بزاويه مثلا هنا في الرياض 24، ودايما تبقى عارف ان ايه، انا والله في نصف الكره الجنوبي تمام بعمل اللوح مايل شمال، في نصف الكره الشمالي بعمل اللوح مايل جنوب، لان ده طبيعي انا هنا والشمس هنا بميل عكس، يعني هي في الشمالي انا بحط اللوح مايل ناحيه الجنوب، في الجنوب بحط اللوح مايل ناحيه الشمال، يعني في اتجاه الشمس عشان اقدر اخد اكبر قدر من الشمس. دي بقى بيسموها الزاويه المثاليه تمام، زاويه الميل. ممكن بقول لك الزاويه دي تبقى اكبر، ارفع اللوح لهنا او اميل اللوح كده حسب مين الفصل اللي انا بشتغل فيه. بعد كده بيعمل حاجه هو اللي بيقول عليها دي، اللي هو الموتور بقى، اللي هو بيسموه سان تراكنج. السان تراكنج بص، دي بتبقى فاريبل، في موتور هنا مجموعه الالواح كلها بتطلع لفوق وتنزل لتحت حسب اتجاه الشمس. بص هو من الاخر الشمس والله لسه طالعه اهي الصبح محضا على اكبر قدر من الاشعه. طب الشمس في الظهر بقيت عمودي، كان لو هي هنا الشمس كانت هتخبط في الحته دي، وده كله بيبقى مش عمودي عليه، فالاشعه ضعيفه جدا فما بيستفدش. يروح هو لا يميل الالواح، شايف؟ خلى الالواح افقي. طب والشمس بتغيب، انا وراكي برضو عايز اخد اكبر قدر من الاشعه تمام؟ على اساس استفيد بيها واطلع اعلى يلد. اما انا لو اللوح ده ثابت هنا، مجموعه الالواح دي ثابته، الشمس طلعت بستفيد بيها. في العمودي هستفيد استفاده اقل، لما بتيجي هنا بتبقى في ظهر اللوح، ما بستفيدش بيها كتير بنسبه صغيره. فراحوا عملوا ايه؟ موضوع السن تراكنج سيستم. سن تراكنج سيستم ده موضوع مهم جدا، مستخدم كتير جدا، بيستخدم في الانظمه اللي هي بنظام البول، يعني ايه؟ كلهم راكبين على عمود. مش الانظمه اللي تحت، في انظمه اللي تحت دي بيركبوا عليها مواتير، بس بتبقى الدنيا ايه؟ صعبه وعايز كميه مواتير. لما تبقى عندك محطه كبيره بيبقى الكوست بتاعها دايما، احنا بنتصرف رقم واحد السعر. هل الخاصيه اللي هعملها دي، الاستفاده اللي هاخدها منها، هل لو انا عملت تراكنج للشمس الطاقه اللي هولدها دي هتكافئ المواتير اللي هركبها بصيانتها باحتمال حدوث مشاكل واعطال بي بي بي، ولا لا خلاص الاوبشن ده مش عايزه في التطبيق ده؟ تمام؟ حد عايز يسال طب يا حاجه؟ دكتور، اتفضل. يعني معلش، انت دحين بتحاول انك ترفع اللوح بدرجه معينه على اساس انه يستقبل ضوء ايوه اكبر، يعني صح؟ بالظبط بالظبط، طيب انا يعني يعني هل بامكاني ان انا استخدم عدسه تسلط الضوء على البانل ده نفسه، بحيث انه انا اخذ الاشعاع على طول على الضوء، يعني مثلا عدسه مقعره او لا انا هنا ما فهمت علي؟ بشتغلش عدسات، ما انا قلت لك انا ما بقولش هنا مش بجمع النوع ده، حتى دي سنترال سولار سيستم، ده نوع تاني بيستفيد بالحراره، انا هنا مش بستفيد بالحراره، بستفيد بالاشعاع. انا في الاشعاع احنا ما بنحطش عدسات ولا اي حاجه، هو الحساس بتاعي بيبقى راكب في الموتور، في حساس بيبقى راكب مع الموتور زي الفوتو سيل اللي انت كان بيسال عليه الباشمهندس من شويه. والله اكبر كميه، او بيبقى هو نفسه الموتور معمول له بالكنترول بتاعه يميل بدرجات، يعني يقول له ايه في البروجرامنج في دائره الكنترول من الساعه مثلا 8 لحد الساعه تمام، زي الرسمه دي اهي، لان الكنترول ده لازم الموتور ده حد يحركه، الحركه دي مش تبقى كده وخلاص تمام. هنا راح ايه، في موتور، الموتور ده هو اللي هيدي الامر ان ده بيبقى مثلا مايل بزاويه مثلا 20 على الافق مثلا او 30، من الساعة كذا لكذا هيميل بكذا، في حساس أو بيحط فوتو سيل بتتبع أقصى إشعاع شمسي، بس هي الخلايا تبقى خلايا عادية. فاهمني؟ ده بيبقى في التراكنج سيستم، مش بيحط خلايا وعدسات خاصة بيه. تمام؟ يعني ممكن تستخدم موتور بسنسور وتحركه بمستويات مختلفة حسب لأن أنت بتعمل دوران، لازم يبقى في مواتير. أمال دي هتلف إزاي؟ تعملها تراكنج إزاي؟ تمام؟